مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع النهاردة أن الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك، وطمنين عن حاله الطقس النهارده واهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا اليوم هنشوف مزيد من الانخفاض سوقيا من درجات الحراره خلال فترات النهار وكمان خلال فترات الليل. اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي تاثر علينا كتل هوائيه ما بين الكتل الهوائيه الغربيه والشماليه، فمنخفضه في درجات حرارتها. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 21 درجه مئويه ده خلال فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره، فبالتالي هنحس بمزيد من الانخفاض، مزيد من الاجواء اللي هي اشبه للاجواء الشتويه. طقس لطيف تماما خلال فتره النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، كمان محافظات شمال الصعيد، معتدل تماما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، واغلب محافظات الجمهوريه فيها انخفاض في قيم درجه الحراره. كمان فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيكون في مزيد من البروده ومزيد من الانخفاض في قيم درجه الحراره فتره الليل. صغرى فترة الليل متوقع أن هي تكون 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، المدن الجديدة والأماكن المفتوحة هتحس قيم درجات الحرارة كمان أقل من 13 درجة مئوية، فمزيد من الإحساس بالأجواء الباردة في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة كمان في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. كمان اليوم هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فاليوم هيكون في أمطار متوسطة ممكن تكون رعدية أحيانا خلال فترة المساء على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، يعني الأمطار هتبقى موجودة على محافظة مطروح، محافظة الإسكندرية، شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية. هل الأمطار دي هتأثر على أعمالنا اليومية؟ هي كمية الأمطار متوسطة، إن شاء الله ما تأثرش على أعمال الأنشطة اليومية، لكن كمية الأمطار مش قليلة، يعني الأمطار المتوسطة والرعدية مش قليلة بالنسبة للمحافظات الساحلية، لازم نخلي بالنا بشكل كبير. وهي هتبدأ فترة المساء، يعني بعد فترة الظهيرة وبعد فترة العصر كده هنلاقي سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، وهتستمر خلال فترات الليل، لأنه متوقع كمان غدا استمرار الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، وهتمتد أمطار خفيفة لبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. بالنسبة للشبورة المائية، كلنا لاحظنا أن كثافة الشبورة المائية قلت، شدتها خفت عن الأيام الماضية، فأصبحت شبورة مائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. هيكون كمان في نشاط نسبي للرياح خلال فترات المساء على السواحل الشماليه الغربيه فقط، ده يخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. متوقع استمرار يعني الاجواء المستقره نوعا ما يوم الحد والاثنين، السبت والحد ان شاء الله في معظم محافظات الجمهوريه، لكن مع يوم الاثنين والثلاثة اللي جايين هيكون في حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. سرعه الرياح يا فندم؟ اليوم سرعات الرياح في معظم المناطق هتبقى يعني معتدله بشكل كبير، ما عدا بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط من الجهه الغربيه، هتكون ما بين 30 ل 40 كيلومتر على الساعه، ده هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره غير مثيره لاي رمال وأسبه. كمان ده هيؤدي دوره الى اعتدال حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر الاحمر والبحر المتوسط، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. يعني التحذيري دايما هنقول للساده المواطنين، لازم ارتدي الملابس الشتويه، استحب جاكيت عند الخروج فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، لان هنحس بمزيد من البروده. في المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار اليوم، خاصه المحافظات الساحليه، مع سقوط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكياس الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهدده.
بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 21 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 21-13، اسكندرية 22-13، العلمين الجديدة 23-14، مطروح 24-11، دمياط 23-14، بورسعيد 22-13، الإسماعيلية 23-14، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 14، العريش 23-13، كاترين 22-5، طابة 24-14، حلايب 26-21، شلاتين 27-22، شرم الشيخ 27-18، الغردقة 27-18، الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 13، بني سويف 22-12، الوادي الجديد 26-9، أسيوط 23-11، سوهاج 24-14، قنا 26-14، الأقصر 26-13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 27 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لمنى وشاذلي نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمنى.